يعني نرجع نتحدث على فريق المغرب التطواني، وكما قلنا أسوأ انطلاقة لهذا الفريق منذ صعوده للقسم الأول موسم 2004-2005. النتيجة المباشرة لهذه الهزيمة الأخيرة عبد الله كانت هي إقالة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة وتعيين يوسف فرتوت كمدرب جديد للفريق. أولا، واش هذا التغيير هذا يمكن يعطي نتائج مستقبلا، خاصة أنه كما قلت قبل قليل بن شيخة حيث فشل لأنه لم يقم باستقدام اللاعبين ديالو، حيث اللي استخدم اللاعبين في بداية الموسم كان هو المدرب فؤاد الصحافي. بالفعل بسام، ربما فرتوت ينتظره عمل كبير مع الفريق التطواني، الفريق الذي يمر بأسوأ نتائجه منذ عودته لقسم الكبار. لا أعتقد بأن المهمة ستكون سهلة لفرتوت بسام، هناك يعني إرث ثقيل له، الفريق يحتاج لتطعيم الميركاتو الشتوي على الأبواب. أعتقد بأن المهمة ستكون صعبة وصعبة للغاية، خاصة أن ما رافق تعاقد فرتوت مع الفريق التطواني سيسيل بالكثير. الآن يعني صور ديال حفل توديع بن شيخة واستقبال يوسف فرتوت وتعيينه كمدرب، وأيضا إمضائه لعقده كمدرب للفريق. وكما قال عبد الله هشام قبل قليل، مسألة تعيين يوسف فرتوت صاحبتها العديد، صاحبتها بوليميك، يعني كان هو أعطى وعدا لمسؤولي فريق اتحاد الزموري للخميسات من أجل تدريب الفريق، لكن مسؤولي الفريق الزموري يفاجؤون بعد ذلك أن فرتوت يوقع للمغرب التطواني. البعض يقول أن هذه المسألة غير أخلاقية، فيما البعض الآخر يقول فرتوت ملحقه لأنه لم يكن هناك توقيع عقد مكتوب. وإذا كان هذا الأمر يعني حقيقي وواقعي، كنظن بأنه حتى لو يوقع العقد كان هناك عقد، يعني كما كنقولوا حنايا يعني بين رئيس فريق اتحاد الزموري للخميسات والمدرب فرتوت، يعني بالكلمة كنظن بأنه لما تحضر المدينة وتقابل المكتب المسير تقدم للاعبين، فأعتقد بأن هذه يعني بداية لعمل مع فريق ما، لابد أن تحترم يعني كل المكونات. أنا لا أحمل المسؤولية فقط لفرتوت، أحمل المسؤولية كذلك لمسؤولي فريق المغرب التطواني، لأنهم يعرفون بأن فرتوت في اتصال مباشر مع فريق اتحاد الزموري الخميس. حبذا لو ان العلاقه التي تربط رئيس فريق المغرب التطواني برئيس فريق اتحاد الزموري الخميسات كان هناك اتصال، هل فعلا فرتوت انتم في مفاوضات، هل تعاقد معكم ام لا، هنا قد يكون المشكل قد حل بصفه وديه. اما ان تعطي وعود لفريق وبالتالي تتحول الى فريق اخر لتوقع العقد لان الفريق في القسم الوطني الاول، فهذا امر غير مقبول. شنو دور ديال وداديه المدربين في هذه المساله؟ انا لا اعتقد هنا دور الوداد المدربين، هنا كتبقى يعني ميثاق شرف وكتبقى ادبيات يعني وقيم الرياضيه التي نشئت عليها كره القدم، فكنظن بانه امر غير مقبول البتة لا من طرف المدرب ولا من طرف المكتب المسير لفريق المغرب التطواني. أكثر من هذا، أنا كنت دائما أضرب المثل بالاحترافية التي يتعامل بها مكتب مسير لفريق المغرب التطواني. اليوم المغرب التطواني يعيش تخبط كبير، بدأ منذ بداية الموسم في انتداب المدرب فؤاد الصحابي، إقالة الصحابي، تعويضه ببن الشيخة، بن الشيخة لم يجلب أي لاعب، تعويض الآن بن الشيخة لأن سوء النتائج، لا بد من رجة نفسية يعني عندك كليك سيكولوجيك. فتنظن بأنه يوسف فرتوت أمام عمل كبير وكبير، خصوصا أن فترة الميركادو ستقدم، ولكن اللاعبين الذين سيعول عليهم المغرب التطواني لسد الخصاص سيكون لاعبون إما عندهم مشاكل مع أندية أخرى أو لاعبون غير جاهزون يعني من ناحية التنافسية. أعتقد هشام بأن يعني المسؤولية لا يتحملها الفريق التطواني فقط، بل فرتوت أيضا يتحمل الجزء الكامل من المسؤولية، على اعتبار أنه ذهب للخميسات، جلس مع المكتب المسير، كانت هناك يعني كتابة لعقد، هذا سمعته صراحة من تصريح لرئيس الفريق الزموري في الليلة، الذي قال بالحرب بأنه جلس مع فرتوت، هناك عقد يعني هناك عقد مكتوب، الرجل قال سيوقع عليه اليوم يعني الاثنين، لكنه قدم للاعبين، قدم لوسائل الإعلام، كان في هناك اتصال مباشر له مع إحدى الإذاعات الخاصة يعني لتوضيح عقده الجديد، لكن كل هذه بعد صلاة الجمعة، لكن كل هذه الأمور ربما لا نعلم يعني ما الذي حدث. الرجل يعني غير البصرة تجاه تطوان، القسم الأول، القسم الثاني، لكن هناك مسألة أخلاق كما قلت هشام.